دكتورة كنزة بن عمر، أخصائية في أمراض الغدد والسكري والتغذية. سيدة بن عمر، أهلا وسهلا بك. أمراض السكري ربما غالبا ما نربطها بمتقدمين في السن أو بفئة معينة، لكن هذا المرض يمكن أن يصيب كل فئات كما هو معروف. كيف نكتشف هذا المرض عند الطفل؟ شكرا زهرة على الاستضافة. نعم، مرض السكري يمكن يخص جميع الفئات في العمر، وعند الأطفال خصوصيا كاين واحد الأخصائيات عند الأطفال، كسوا في تشخيص المرض، في الأعراض ديال المرض وفي العلاج ديال المرض. كنحسوا الآباء والأمهات، لأن هذا المرض كيقدر يصيب الأطفال في واحد السن، يقدر يكون من 6 أشهر حتى 18 عام. وفي الاعراض هو كيكون سوفون اعراض كيكون تبول اكثر، كيكون كيضعفوا هاد الاطفال، كيكون عندهم واحد ليتا ديال لا فاتيغ. هاد الاعراض كلهم خصهم ينبهوا الاباء والامهات باش يمشيو يديروا تحليلات دمويه في اطار داء السكري. وهل هناك خصوصية لمرض السكري عند الأطفال؟ وكيف يجب أن نتعامل معهم بما أنهم فئة عمرية باحتياجات خاصة نفسية وجسدية؟ على العموم، في داء السكري ديال الأطفال هو داء السكري من نوع واحد، يعني أن هذا الداء السكري كيكون البنكرياس ديالهم ما كيخدمش وما كيفرش مادة الأنسولين، يعني أن العلاج ما كيقدرش يكون بالأقراص، كيقدر خصو يكون اوبليغاتوارمون بالحقن ديال الانسولين. هذا هو الخصوص اللي عندنا ديال الاطفال. فهاد الاطار كتكون واحد لا بريز ان شارج اللي خصها تكون متعدده الاختصاصات، خصو يكون طبيب داء السكري، كيكون واحد الدور كبير ديال الاباء والامهات، كيكون دور كبير ديال المدرسه، كيكون دور كبير ديال لا بريز ان شارج اوسي بسيكولوجيك باش يكون لان النفسيه ديال الاطفال ما كتكونش عاديه. ولازم في هذا الاطار نعلموهم التغذيه، لان التغذيه عند الاطفال صعيبه، ماشي بحال عند الناس اللي نقدروا نقول لهم ياكلوا شي حاجه ما غياكلوهاش. دونك خصنا نفسروا لهم ونعطيوهم واحد نصائح في التغذيه، والتغذيه تكون اختصاصيه للاطفال لانهم ماشي بحال الناس الكبار. وفي العلاج ديالهم الحقن ديال الانسولين خصنا نوريوهم كيفاش يتعاملوا معها، كساسوا في طريقه الحقن وكساسوا في الكيفيه ديال التعامل مع لي دوز الانسولين وكيفاش نزيدوا الانسولين اكسيتيرا. طيب، بالنسبه للاطفال وبالنسبه لكافه الفئات العمريه التي قد تصاب بهذا المرض او المصابه بهذا المرض، يبقى الباب الانسب للوقايه والعلاج هو الكشف المبكر. نعم، في اطار هذا اليوم العالمي لداء السكري كنحسوا جميع المغاربه ان هذا الارقام هي في تصاعد كبير، وهذه الارقام مخيفه. لازم يكون تشخيص مبكر، وباش يكون تشخيص مبكر ما نساوش ان المرض صامت، ما نتسناوش الاعراض، ما نتسناوش ان الناس يكون عندهم اعراض باش يمشيو يكشفوا على داء السكري. لازم يكشفوه مبكرا، وباش يكشفوه خصهم يديروا تحاليل دمويه. كنصحوا الناس ا بارتير دو لاج دو 30 ans، لان لاج ديال داء السكري 30 سنه، يديروا تحاليل دمويه، سكر، تحليلات دمويه بنسبه السكر في الدم، اجان والخزان ديال السكر، باش نقدروا نكتشفوا هذا المرض مبكرا، واش نقدروا نقيوا الناس من المضاعفات ديال داء السكري. شكرا جزيلا لك الدكتوره كنزه بن عمر، الاخصائيه في امراض الغدد والسكري والتغذيه. شكرا لك. في نشره ايضا أن